مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير سهل وبسيطة. اذا عندكم فواكه تعملوها بهيدا الشكل حلو كتير رائعة، واذا متوفر عندكم كوب حليب كبير بدنا نعمل مع بعض هيدا الحلو، حلو كتير كتير طيبة، وان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. بدنا نبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حطيت كوب حليب، اثنين، حطينا كوبين حليب، ضيف ملعقة طعام سكر، ملعقة طعام نشا، كمان ظرف كريمة. حركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد الخليط بهيدا الشكل منطفي الغاز. عنا هوني عنب، ليمون، مانجا، فراولة، فريز، بدي احطهم بالصينية ونحطهم الشكل اللي منا اياه. العنب شو رح اعمل؟ رح قصها بهيدا الشكل عالنص، تعطي شكل اجمل. والليمون كمان من الأفضل زغيرة، ليمون كمان رح أعملها بهيدا الحجم على النص. حلو كتير سهلة وبسيطة وكتير طيبة. كمان رح أحط على الطرف بهيدا الشكل. بس حطيت الفواكه بهيدا الشكل، هلا بحط المهلبيه اللي عملناها. مدن نفس المستوى. فيني كمان بعد ما حطيت هولي حط بيناتهم، دخل هيك فريز بهيدا الشكل، عنب، كمان مانجا، الفواكه اللي حطيتها فيني احطها هيك، احطها بين الكريمة بين المهلبية، شايفين كيف؟ هلا بكبسهم شوي، بضغط عليهم وبعملهم نفس المستوى. انتو بتحطوا الفواكه المتوفرة عندكم، يعني ما ضروري الفواكه اللي انا حطيتها، بحطها على جنب لتبرد بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد اقل شي ساعتين. هيدا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعتين، هيدا شكلي النهائي. بتمنى الطريقة تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.